السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم زميلتكم ايمان حسن. النهارده هنشرح محاضره 6 بعنوان دكتور بيشنت ريليشن شيب. في المحاضره دي محتاجين نعرف 3 حاجات: وات از دكتور بيشنت ريليشن شيب، وفورمز اوف دكتور بيشنت ريليشن شيب، وباريرز اوف دكتور بيشنت ريليشن شيب. بدايه يعني ايه وات از دكتور بيشنت ريليشن شيب؟ هي علاقه ما بين بيكون فيها الطبيب والمريض في مواجهه بعض، يعني هما بيكونوا مع بعض قصاد بعض، يعني الطبيب والمريض بتاعه قدام. تمام، هنا ذا دكتور اند هيز بيشنت ار اون تو اوبزيت اند. تمام، الريليشن شيب دي بتعتمد على ان الدكتور عنده قدر عالي من المعلومات عن مشكله المريض جاي يشتكي بيها، والمريض يكاد لا يعرف عن المشكله دي اي شيء خالص. تمام، هنا ذا دكتور هاز هاي ليفل اوف نوليدج اون ا بروبلم ذا بيشنت اولموست نوز ناثينج اباوت. تمام، الريليشن شيب دي بتبقى ميكانيستك ريليشن شيب. يعني ايه ميكانيستك ريليشن شيب؟ يعني مثلا ان المريض بيجي لي وانا مثلا بتعرف عليه وببقى فاميليار ليه، يعني بعرف نفسي ليه، وبنحاول مثلا ناخد منه الهيستوري وبيتكلم عن مشاكله والشيء اللي بيقرقه، وبنحاول نوصل لحل. فايند اند فيكس ابروتش، اللي هو انا بدور على المشكله وبحاول اصلحها. تختلف عن الميكانيك كلاينت ريليشن شيب، مقدم الخدمه والشخص اللي بيستقبل الخدمه. زي مثلا السوبر ماركت، الراجل اللي واقف في السوبر ماركت، بندور الراجل اللي واقف في السوبر ماركت ده، احنا مثلا بنروح نديله فلوس وبنطلب منه كذا وبناخدها ونروح على طول، ما بيدفعش معانا بايموشنال بقى اسوشيشن ولا اي حاجه ولا امباسي ولا تعاطف، ولا نقعد مثلا نتكلم كتير عشان نوصل لاقصى بينفيت لاقصى استفاده. لا، ما تفرقش معاهم اي حاجه خالص، لكن بتفرق معانا احنا في الميكانيستك ريليشن شيب، عشان البيشنت يخرج من عندنا ساتسفايد عن الـ عن الـ عن المقابله اللي حصلت، ويقول لك لا الدكتور ده اهتم بيا وسمع انا بشتكي من ايه، وبعدين اداني علاج وهمشي عليه ان شاء الله ويلتزم بالعلاج. يحاول يعني عشان نحاول نوصل لاقصى بنفت من الموضوع ده كله. تمام، ان ذا بيشنت، البيشنت بيكون بقى مهتم بالالنس اللي هو الشيء اللي مقرقه، الشيء اللي هو مخليه مش عارف يعيش حياته طبيعيه. The patient is concerned with illness اللي هو disturbance of life. تمام، اللي هو مقرقه عن حياته الطبيعيه. ماشي، بنعمل في تعريف تاني للدكتور بيشنت ريليشن شيب. It is an emotional association. هي علاقه بيحصل فيها ايموشن، لازم يكون فيها ايموشنز، او لازم يكون فيها امباثي، تعاطف ورحمه وانسانيه، عشان تحسس المريض اللي قدامك انك حاسس بيه وحاسس بمشكلته وحاسس بالوجع اللي هو بيحس بيه وكده. It is an emotional association ماشي between the doctor and patient. بتنتج الايموشنال اسوشيشن ده بينتج ليه؟ لما بيحصل when the doctor in a professional capacity interact with the patient، الدكتور بيتفاعل كويس مع البيشنت وبياخد منه الهيستوري وبيديله التريتمنت، وبيحس ان البيشنت بيخرج حاسس ان هو لا ده الدكتور ده كويس جدا يعني. تمام، الريليشن شيب دي بتبدا لما الشخص اللي هو مريض او حاسس ان هو مريض بيروح للدكتور عشان يستشيره في العلاج بتاعه. تمام، ممكن الريليشن شيب دي تفشل او تنجح، تعتمد على ايه بقى؟ تعتمد على النيتشر اوف ذا ريليشن شيب ذات اكزيست بتوين ذا دكتور اند بيشنت. مثلا طبيعه التعامل ما بين الطبيب والمريض، يعني مثلا في دكتور انا بروح بيقول لي انت عندك ايه، على طول كده وش انت عندك ايه بقى، واخد ماسكه فيس كده وانت عندك ايه، طيب ماشي تمام، بقول له بقى طيب ماشي تمام خد العلاج ده وامشي عليه وبعدين تعالى الاسبوع الجاي، انا كده كده هقطع الروشته وانا خارج وهتقفل ومش هاخد الدواء وخلاص، يقول لك خلاص بقى تمام. او ما في طبيب تاني على عكس الطبيب الناجح اللي هو مثلا انا بروح له بيقول لي بيسالني اسمك ايه وبيتعرف عليا وبيديني فرصه ان انا احكي عن مشاكلي وعن الحاجات اللي بتقرقني وكل حاجه، كل حاجه بحس ان انا خارج ساتسفايز جدا يعني. The success or failure depend on various factors including the nature of relationship that exists between the doctor and the patient. تمام، ليه العلاقه ما بين الدكتور والبيشنت هي علاقه فريده من نوعها؟ Why is doctor patient communication is unique؟ ليه؟ لان البيشنت دي بتكون مثلا الزياره الاولى ليه، وبيقابل دكتور اللي هو شخص اصلا ما شافهوش قبل كده ولا يعرفه، ممكن يحكي له عن بيرسونال انفورميشن، بص موست بيرسونال انفورميشن، معلومات شخصيه، وممكن مثلا زي ان انا مثلا هو جالي ووثق فيا، هو جالي يعتبر وثق فيا ووثق ان انا المعلومات دي مش هتخرج وان انا هوصله على الطريق الصح وهديله الجايدنس الصح، هرشده وهوصل معاه للقرار الصح اللي هو يفيده وربنا يشفيه يعني ويخف والألم اللي عنده ده يخف. هقول له مثلا ايه، هو جاي هقول له اطلع السرير هيطلع، هقول له اكشف بطنك هيكشف عن بطنه، فدي علاقه فريده من نوعها لان انا يعتبر شخص غريب عنه وهو اول مره يشوفني، فهو وثق في الثقه دي. تمام،
قلنا بيشنت اون فيرست فيزيت شير ذير موست بيرسونال انفورميشن، بيشاركوا موست بيرسونال انفورميشن تو سام وان ذي هاف نيفر ميت بيفور. تمام، قلنا زي لوك تو يو فور جايدنس، بيعتبروك ليدر، بيعتبروك شخص عندك نولج عالي، وثقوا فيك، فوثقوا ان انت هترشدهم للطريق الصح وهتديهم القرارات الصح المهمه لصحتهم. وين ميكينج كريتيكال هيلث كير ديسيجن. تمام، within minutes of meeting patient are often subjected to physical examination، بيتعرضوا للفيزيكال examination، فهو بيكون واثق فيا، فخلاص بقى هو بيعمل كل اللي انا بقوله عليه. تمام، and are placed in vulnerable situation، ده بيبقى sensitive situation، ان هو مثلا يكشف عن بطنه حاجه لازم يكون في سريه تامه، ومش كل مش كل رايح جاي بقى في العياده والكلام ده كله، تمريض بتاع معرفش ايه الكلام ده، لا ما ينفعش، لازم يكون في سريه ما بيني وما بين الطبيب المريض. تمام، في تايبز للدكتور بيشنت ريليشن شيب، دي الدكتور اكيد هتعلاها جدا وممكن تيجي كيس سيناريو، فنركز فيها نركز فيها نركز فيها. اربعه تايبس، باترناليستك ريليشن شيب، الريليشن شيب بتعامل معايا كانه ابوه. تمام، ميوتشوال ريليشن شيب، دي الاوبتيمم ريليشن شيب، العلاقه الكويسه اللي بيبقى فيها مشاركه ما بين الطبيب والمريض. كونسيومرست ريليشن شيب، هي علاقه السوبر ماركت، ان انا رايح ادفع فلوس فاخد خدمه يعني على طول. تمام، قلنا ديفولت ريليشن شيب، هي علاقه ما بين الطبيب والمريض، الاثنين ما بيتفقوش ما بيوصلوش لاي حل خالص، والدنيا بتبقى يبقى الوضع كما هو عليه، والبيشنت هو المتضرر في الاخر للاسف. يعني باترناليستك ريليشن شيب، يعني ايه؟ يعني الدكتور بيسطو سطوه الاباء على المريض، المريض بيبقى له كنترول خالص، له بيشنت كنترول، والفيزيشن بقى بيكون عنده هاي كنترول، عنده الابر هاند. تمام، اتس تراديشنالي كاركترايزد ميديكال كونسلتيشن، دي حاجه قديمه جدا يعني، فعادي يعني جمله ملهاش اي لازمه اصلا. تمام، بيبقى هاي فيزيشن كنترول، الفيزيشن بيبقى له الابر هاند ولو بيشنت كنترول، بيشنت بس خالص، بس انفولفمنت اوف ذا بيشنت، ما فيش اي مشاركه ما بيني وما بين ما بين البيشنت وما بين الدكتور، ولا اي كلام ولا اي حاجه، يعني خد الدواء ده وخلاص التزم بيه، ما التزمتش بيه هزعق لك عادي يعني. ان الدكتور از دوميننت اند الدكتور هو اللي بيبقى ايه الابر هاند طبعا يعني، اند تيك اون رول اوف بيرن، بياخد دور الاب. يعني مثلا عندنا مثلا المثال if I have told you 1000 times stop smoking، يعني انا قلت لك 1000 مره قبل كده بطل تدخيني، بطل تدخين يعني. ماشي، البيشنت هنا بيبقى مطيع وخايف وما بيقدرش يتكلم، وده طبعا الليجال اتيتيود، ما ينفعش خالص. ميتشوال بارتيسيبيشن موديل، ميتشوال ده اللي هو العلاقه التكامليه ما بين الطبيب والمريض، دي الاوبتيمم دكتور بيشنت ريليشن شيب. ليه؟ لان بيبقى فيها يعني ايه البيشنت بيشارك والطبيب بيشارك، اكتيف انفولفمنت اوف بيشنت از مور ايكوال بارتنرز، ميتنج اوف اكسبيرتس، ماشي بيحصل الاكسبيرتس خبره ده وخبره ده، يعني مثلا بيتجمعوا يعني وبيوصلوا لحل ان هم ايه ياخدوا الخطه العلاجيه، وعشان البيشنت يلتزم بيها، يعني بنشارك البيشنت في الموضوع. تمام، الاثنين بيتحملوا بقى، الطبيب والمريض بيتحملوا المسؤوليه ان هم بيتحملوا المسؤوليه انهم يوصلوا لخطه علاجيه. يعني مثلا الطبيب ممكن يقول له ممكن تاخد انجكشنز، يقول لك لا ما تدينيش انجكشن، اديني تابلت زي ما انت عايز، لان الانجكشن بيتعبني وانا عندي فوبيا منه والكلام ده كله. تمام، ادي قلنا بوث بارتس شير باور ريسبونسبيلتي اند اكسشينج اوف ايدياز، نيد ايتش اذر اند ويل ورك تووردز تشويس اند اكشنز ساتسفاينج تو ذم بوث، يعني هم بيحاولوا يوصلوا لاختيار يرضي الطرفين، نطلع منه من البيست من في التمام. لازم اديله هنا، بدي للمريض مساحه ان هو يتكلم، ان هو يتكلم ويحكي مشاكله ويحكي ويعبر عن نفسه ويحكي، واطلع منه الهيستوري بقى، واحاول اعمل اكزامينشن في النص، اوبن كويشننج، يحكي عن كل اللي هو عايز يحكيه وانا مديله مساحه عشان يخرج من عندي ساتسفايد. انترستد بقى اوبن كويشننج، انترستد ان سايكو سوشيال اسبيكت اوف ايلنس هيستوري اند اكزامينشن انفستيجيشن ريزلتس ان دايجنوزس، عشان نوصل للطريق الصح. يعني هو لو ارتاح هيحكي كل اللي عنده ونوصل للدايجنوزس الصح. يعني قلنا هنا الويل هيستوري and examination بتوصلنا للريد ديجنوزس. تمام، وانت لازم تسمعه عشان يبقى ساتسفايد ويقبل العلاج، لان نفسيته اولا، لانه لو اتقفل منك خلاص على الله السلام، وهيقول لك ده الدكتور مش فاشل ومش فاهم اي حاجه. تمام، هنا بيكون في تكامل ما بين الطبيب والمريض، الاثنين بيشاركوا في انهم يوصلوا لخطه علاجيه يعني المريض يمشي عليها. تمام، في كونسيومرست ريليشن شيب بقى، دي علاقه السوبر ماركت كده، لو انا جاي اخد خدمه بفلوسي اخدها وخلاص. تمام،
اللي هو ايه، البيشنت جاي مثلا عايزك تكتب له الدواء الفلاني، يقول لك طب الدواء الفلاني ما ينفعش ليك مثلا، عايز مضاد حيوي، طب المضاد الحيوي ما ينفعش ليك او غلط عليك دلوقتي، لا انا عايز مضاد حيوي، انت لازم تكتب لي كذا، انت لازم تكتب لي كذا، ده انا دافع تذكره بكذا، انا ما اعرفش الكلام ده كله. طب ليه؟ طيب لا هو كده انا دفعت فلوس لازم تديني العلاج بتاعي، ماشي. او مثلا يقول لك ايه، هو جاي كده يقول لك ايه، المستشفى دي انا عايز اتحول عليها مثلا، او المستشفى دي هي ليها التامين بتاعها فيها فحولني عليها. طب نشوف، طيب المستشفى هتناسبك ولا لا؟ لا ماليش دعوه، هو انا عايز اروح هناك. طيب ماشي خلاص روح. بتحاول هنا، بنحاول نرضي المريض، بس بيبقى الدكتور هنا بيبقى له باسيف رول خالص، يعني هو ايه ما بيتكلمش وما بيقدرش يعمل اي حاجه خالص. والبيشنت بياخد الاكتيف رول، هو اللي ايه يعتبر اصلا هو اللي جاي يكشف عن نفسه وجاي كده، لو هو ما كانش ليه لازم تيجي والله، يعني انا في ايه. تمام، قلنا ذا بيشنت تيكس اكتيف رول اند ذا دكتور اسيوم افيرلي باسيف رول. هنا trying to satisfy the patient need in term of referral the hospital، قلنا لما يكون هو عايز يتحول على مستشفى معينة usage of medication، عايز مثلا نكتب له دواء كده sick leave. تمام، هنا بيقول لك بقى اللي هو ايه، انا جاي دافع كذا خلاص، انا عايز دافع فلوس، عايز خدمة بقى مقابل الفلوس بتاعتي. you are paid to do what I tell you. تمام، علاقة صعبة الصراحة يعني. تمام، قلنا ريليشن شيب اوف ديفولت، لسه في الاصعب منها دي، الديفولت ريليشن شيب. هنا بيكون الفيزيشن والبيشنت الاثنين ما بيوصلوش لحل خالص، يعني على خلاف. وين بيشنت اند فيزيشن اكسبكتيشن ار ات اودز، في خلاف ومش عارفين يوصل لاي حل خالص. اور وين ذا نيد فور تشينج ان ريليشن شيب كانت بي نيجوشيتد، يعني مثلا الواحد عايز يخس رايح لطبيب تغذيه، تمام هيخسسه، المفروض بقى يمشي على دايت مثلا، او لازم يعمل رياضه، يحاول يقلل حلويات او يمنع حلويات، يعمل رياضه، طب يعمل رياضه لا، طب امنع حلويات لا، طب قلل الاكل شويه، قنن الاكل بتاعك لا، طب هنوصل ازاي؟ مش عارفين نوصل لاي حل خالص، او نتفاضل لاي حل، مش عارفين نوصل ليه. The relationship may come to a dysfunction stand still، خلاص بقى هو الوضع يبقى كما هو عليه. تمام، البيشنت والدكتور مش عارفين يوصل لاي حل، يعني الدكتور البيشنت بيبقى عنيد والدكتور مش عارف يتفاوض معاه ولا يوصل لحل، فالاثنين بيبقى لهم بس في رول. تمام، ليك في sufficient direction consultation، خلاص بقى هو مش عارف، الطبيب مش عارف يوجهه، مش عارف يقنعه خلاص. هنا بقى infective in dealing with illness، ما بنعرفش نتعامل مع الـ مع الـ مع المرض خلاص. مثلا زي مثلا ان احنا في الاستقبال جالنا مريض relatives بيتخانقوا بتاع ما اعرفش ايه، طيب عايزين نتعامل مع المريض، لا خلاص اهو احنا هندخل في الخناقه والمريض هو اللي بيروح ضايع ومش هنعرف نتعامل معاه، بنسيب المريض وبنسيب اللي محتاج للرعايه ونتخانق بقى، لو طب سيبونا ان احنا نشتغل، لا مفيش. تمام، والموضوع ده بيحصل اكتر اللي هو ديفولت، مثلا بيحصل مع لما اجي اعمل مانجنج للكرونيك إلنس، للناس اللي هي عندها كرونيك ديزيز زي الدايابيتس ميليتس السكر والهايبرتنشن. طيب مش بتاع الدايابيتس ميليتس اللي هو، طب يا حاج خد الانسولين، لا مش واخد. طب انت خدته؟ طيب لا مش عايز. طب حاول تقلل الاكل شويه، لا مش عامل، معرفش ايه، بيبقى الموضوع صعب الصراحه يعني. دلوقتي هنعرف وات از كوميونيكيشن. الكوميونيكيشن ده عباره عن تبادل معلومات من شخص للتاني او من جروب للتاني، من مكان لمكان يعني. تمام، كوميونيكيشن از سمبلي ذا اكت اوف ترانسفيرنج انفورميشن فروم وان بليس تو اذر يعني. تمام، كل كوميونيكيشن عنده سيمبلي كده اتليست، بيكون عنده سندر وريسبشن ومسج، مرسل ومستقبل والمسج اللي بتروح. تمام، لكن الكومبليكيشن دي عمليه معقده اصلا يعني. تمام، السندر بيبعت المسج، والمسج دي بتكون عباره عن ميكتشر اوف ووردز اند نون فيربال كوميونيكيشن، كلمات ونون فيربال كوميونيكيشن، زي ان هيئتي تكون كويسه، زي ان انا قاعد عادل، زي ان ببص للمريض كويس وبتفاعل معاه وبتكلم معاه، مش مثلا هو بيحكي بقول له احكي وابص في الورقه، او اكتب حتى لو بكتب الشكوى بتاعته في ووردز كده صغيره بشوف الحاجات المهمه، لا اكتب كلمتين وابص ليه، يعني حاسس انه ايه، لا انا مهتم بيك والله انا معاك. تمام، it is transmitted in some way from example speech or writing and the recipient decode it عادي يعني. تمام، الكلام ملوش لازمه اصلا وكله انشا. communication with patient مهم جدا، ليه؟ لان هو بيساعد في diagnosis، ان انا اوصل للمرض واشخصه، و treating illness اوصل للمرض واشخصه واوصل للعلاج واحاول اعالج.
هم مؤسسين بقى ايه ان انا ابني دكتور بيشنت ريليشن شيب كويسه، استابليشنج امينينج فول بيشنت دكتور ريليشن شيب، تمام. وبيساعد ان انا اثقف المريض وارشده، تمام. اثقفه ازاي؟ يعني انا اعرفه المرض بتاعه، واعرفه البروجنوزس، واعرفه التريتمنت، واعرفه يعني المخاطر مثلا اللي ممكن تحصل لو انا ما خدتش العلاج او الكلام ده كله، فاعرفه الطريق الصح عشان هو يختار. هو اختار عايز يتعالج، تمام. مش عايز يتعالج هو حر وليه الحرية التامة، بس انا بحاول ان اشوف مصلحة المريض اولا، تمام. يعني انا باخد منه معلومات واحاول ان انا ايه اديله يعني اديله العلاج، باخد منه معلومات عشان احاول اوصل لبروجنوزس، يعني ايه اوصل لتشخيص المرض، دايجنوزس، عشان اوصل لدايجنوزس، تمام. معلش، ونوصل لحل والبيشنت يخرج من عندي ساسفول. importance of communication in doctor patient relationship. اهميه الكوميونيكيشن في دكتور بيشنت ريليشن شيب. هي الدكتوره عدتها، بس انا اقولها على السريع. هي الدكتوره قالت على السريع وده رغي اصلا، يعني زي ما انا بركت دلوقتي، تمام. مهمه في improved satisfaction، ان البيشنت يخرج من عندي satisfied. improved complaints، ان البيشنت يخرج يشكر فيا ويكون حابب ان هو يرجع لي تاني، او يلتزم معايا بالعلاج، ويخرج يعرف اصحابه وزمايله كل حاجه، يقول لك ده الدكتور ده كويس جدا. يعني improved decision making، بيساعدني ان انا اوصل اخد هيستوري كويس وان انا اوصل للعلاج المناسب، تمام. better health outcomes، تمام. decreased malpractice claims، يعني هو بيقلل ان المريض يخرج يشتكيني، يعني او يشتكي مني وكده، يعني عشان ما تعرضش للشكوى وما تعرضش ان انا اديله دواء غلط ويروح مني في داهيه وانا اروح في داهيه وكلنا نروح في داهيه، تمام. قلنا common complaints about doctor patient about doctor's communication، تمام. complaints شكاوي بقى، ممكن مثلا ايه ان الدكتور مش بيسمعه، قلنا الدكتور don't listen، مش سامعني، ما بيسمعنيش، وانا دخلت يا دوب بس هو شافني كده فقال لي خد الدواء ده وبعدين بتعالى الاسبوع الجاي مثلا، او خد الدواء ده وخلاص، وانا ده هو ما شافنيش اصلا، ده دكتور فاشل يعني، فاهمني؟ حتى لو احنا عارفين، بس برضو لازم نحسسه ان احنا معاه، ولازم نتفاعل معاه بكل جوارحنا عشان يحس ان احنا مهتمين بيه، تمام. will not give information، الدكتور مش مديني فرصه ان انا اتكلم، ومش بيتكلم معايا كفايه، وما ادانيش مثلا، ما عرفنيش المرض بتاعي ايه، وما عرفنيش البروجنوزس بتاعه، ولا ان انا هاخد تريتمنت ازاي، ولا ان هو مثلا، يعني احيانا التريتمنت بيبقى له سايد افكتس، فالمفروض اعرفها المريض. فمثلا هو لو خد تريتمنت وبعدين جه بعد قال مثلا ايه من الاعراض الجانبيه السايد افكتس بتاعته، ان هو ياخد يبقى فيه فومتنج، ولقى الفومتنج ده يوم واتنين فالطبيب ما قالهوش عليه، فلا خلاص هو يقول لك انا تعبت بقى ومش هاخده، يعني انت تمام، تمام. قلنا شو ليك اوف كونسيرن، الطبيب مش مهتم بيه، حتى لو احيانا بيبقى مشغول ومضغوط وفي لا مبالاه كده، بس لازم 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 نحسسه ان احنا مهتمين بيهم، تمام. شو ليك اوف ريسبكت فور بيشنت، شو ليك اوف ريسبكت فور بيشنت، حاسس ان هو ايه، حتى مثلا ممكن يبقى مشغول فالبيشنت يحس ان هو ايه، لا مفيش احترام ليا، لا بتاع ما اعرفش الكلام ده كله، فيحس ان هو ايه، لا ده انا اصلا غلطان ان انا جيت المكان ده. thus many leave without asking question، مثلا ممكن مريض يكون عايز يسأل معلومات وللأسف الوقت انت سربعته وسألته على طول ومشي، فهو يقول لك انا معرفتش اتكلم، انا يعتبر اصلا ما كشفش عليا، فانا مش هاخد العلاج، فده صعب، حاجة صعبة وحاجة مش حلوة خالص، تمام. good communication skills in consultation، ماشي. ازاي نعمل good communication skills؟ initiating the session، بنعمل علاقة relationship، بنبدأ السيشن كده بان انا اتعرف على المريض، وازيك يا حاج واسمك ايه وعامل ايه وانت كويس ومعرفش الكلام ده كله، وبعد كده نبدأ نجمع منه معلومات gathering information، مثلا طب ايه اللي جابك النهارده، طب ايه اللي انت بتشتكي منه بتاع كده، يعني اللي هو ايه نحاول نفهم منه الدنيا فيها ايه بهدوء، بعد ما نتعرف عليه واعرفه بنفسي وايه، ونعمل يبقى ابقى familiar بالنسبة له، يحس ان هو ايه المكان مكاني، يعني exploring the problem understanding the patient view، نشوف البيشنت، بنشوف تفكير البيشنت ونشوف المشكله بالنسبه للبيشنت ونحاول نحلها. بيلدينج از ريليشن شيب، قلناها ان انا احاول اعمل علاقه كويسه مع البيشنت واشاركه معايا واخليه يتكلم معايا وكده. اكسبلينينج اكسبلانيشن اند بلانينج، يعني ايه ان انا بدور على بوضح للمريض المرض بتاعه والخطه العلاجيه اللي احنا نمشي عليها، تمام. قلنا providing appropriate amount type information aiding accurate recall and understanding achieving shared understanding and planning، هي فيما معناها ان احنا بندور على، بص بنفهم من المعلومات اللي احنا بناخدها وبنشوف الخطة العلاجية. listening to patient
بنسمع المريض وبنسمع شكوته وبنقعد معاه شوينج امباسي، بنتعاطف معاه وريسبكت، بنديله كل الاحترام، بندي كل الاحترام للكومبلين بتاعته، حتى لو مشكله تافهه مثلا من كتر ما احنا بنشوفها، لا عادي نديله، لا انا حاسس بيك والدنيا اه معلش وان شاء الله هتبقى خير وانت هتبقى تمام وكده يعني. سمرايزيشن، بنلخص كل المعلومات اللي احنا خدناها وكل الهيستوري، ونعرفه المرض بتاعه ونديله التريتمنت وايه، ونقول له ده هيحصل كذا، حتى لو في سايد افكتس مثلا نعرفه عشان يعمل اديرنس للتريتمنت ويبقى كويس كده ويلتزم بالعلاج. تمام. كلوزنج سيشن، بتخلص السيشن دي بالشياكه يعني، مثلا يعني هو احنا بنقفلها بالشياكه كده اللي هو ايه، باحترام يعني. information gathered must be، الانفورميشن اللي احنا بنجمعها لازم تكون في نفس الموضوع، تخدم موضوع الكومبلين اللي البيشنت جاي يشتكي منها. المعلومات لازم تكون دقيقه ومفصله وبريسايز، اكوريت اند بريسايز، واضحه. تمام. communication، who will you be communicating with، نتفاعل مع مين، البيشنت والفاميليز وكليجز واذر هيلث بروفيشنالز. ماشي. تمام. في ديوتيز للبيشنت كده، واجبات لازم ان هو بقى ايه، ده كله رغي برضو الدكتوره قالت ده رغي. تمام. ريسبكت البيشنت. تمام. انشور برايفسي اند تراست، لازم يكون في برايفسي وخصوصيه وسريه المعلومات. ديمونستريت كونسيرن فور بيشنت هيلث، يعني ابدل المريض ان انا مهتم بيه. امباسي، عاطفه. ماشي. اوبجكتيفيتي، ان احنا نتكلم في نفس الموضوع ونحاول نوصل لحل كويس. ماشي. اكتف ليسننج، ان انا اكون مستمع جيد، ان انا اكون مستمع جيد، دي مهمه جدا. تمام. مينتين بودي لانجويج، ان انا بيكون في اي كونتاكت واتكلم معايا وبص ليه ويحس ان انا، لا انا معايا، انا معايا، مش مشغول في اي حاجه تانية، انت المهم دلوقتي. ليميتس ديستراكشن، بنحاول نقلل كل المشتتات اللي حوالينا عشان ايه، ندي البيشنت اهتمام يعني. ريسبكت. تمام. انتروديوس يور سيلف، بتعرف نفسك، البيشنت والفاميلي والكير جيفر. تمام. اكسبلين يور رول and goal for interaction، بنعرفه اي حاجه بتحصل وليه وازاي وعشان ايه، عشان يكون مستجيب معاك كده، وان هو لا ده انت في ده في مصلحته. تمام. لما بتعرف نفسك وهو دخل، مثلا لو هو مثلا لو انت ميل وهو ميل وفي فرصه انك تسلم، تمام سلم، في ميل وفي ميل كذلك، لكن العكس ما ينفعش، حرام حرام. تمام. always address the patient، بنتنادي بقى مستر مس كده يعني، وتدي له قدره يعني. تمام. ماشي. امباسي، العاطفه، تو اندرستاند ا بيرسون اكسبيرينس ريكوير اكتف ليسننج، لازم يكون مستمع جيد، احنا قلنا مستمع جيد دي كتير جدا دلوقتي. انترست ان بيشنت اكسبيرينس، بتهتم بالتجربه اللي البيشنت مر بيها، ومعلش حتى مثلا لو حاجه بسيطه، لا معلش ان شاء الله الدنيا هتبقى خفيفه وما اعرفش الكلام ده كله، حتى لو الدنيا بايظه خالص يعني، بس ايه، نشوف المشكله اللي بالنسبه لنا ممكن تكون حاجه صغيره عشان احنا اتعودنا عليها، هي ممكن تكون البيشنت حاجه كبيره جدا وممكن ما يعرفش يعيش، اللي هو يقول لك لا، بتقفله نفسيا كده يعني، فلازم نديله اهتمام. اوبجكتيفيتي، الموضوعيه، ماليش دعوه باي حاجه تانية، مثلا هو بياخد مخدرات بقى، حرامي بتاع ما اعرفش ايه، انا ماليش دعوه، قال لي اعالجه بس ما اقعدش انف فيه والكلام ده كله يعني. تمام. و ريموفينج يور اون بيليفز اند فاليوز، نبعد معتقداتنا وعقائدنا بعيد شويه، احنا هنا جايين نعالج مش جايين نعمل اي حاجه تانية. تمام. وما احكمش على المريض بقى يعني، ما اقعدش انا فيه وما اعرفش، واحكم بقى، ولو ده شخص وحش ده بتاع ما اعرفش الكلام ده كله، انا ليه اعالجه بس. تمام. زي مثلا ممكن يكون اي في دراج ابيوز، بياخد مخدرات، بيضرب حقن، التعليم بتاعه ممكن يختلف عن تعليمي، تمام الكلام ده كله، زي واحده مثلا ما كملتش تعليمها، ده ما اقعدش اقول لها لا وانت ما كملتيش وازاي وبتاع ما اعرفش الكلام ده كله، انا ماليش دعوه، ما اعرفش ظروفها ايه. تمام. سوشيو ايكونوميك ستيتس، بيختلف بقى، مثلا ظروف اقتصاديه مش قد كده، ماشي، وانا اقعد ايه اقول لهم انت لازم تجيب علاج كذا وبتاع وما اعرفش، الدنيا صعبه خالص، لا ما اعرفش. language and cultural differences، اختلاف الثقافات واختلاف اللغه ممكن يكون بارير، او مثلا ما اقعدش اتريق على مثلا واحد بيتكلم بلهجه مختلفه او واحد ثقافته مختلفه، ما اقعدش اتريق عليه، طب ليه؟ لا حرام يعني، ده انت مختلف عنه وهو مختلف عنك، وهو اتربى في بيئه وانت اتربيت في بيئه، فخلاص يعني. الجيسيزم، التمييز على اساس السن، زي مثلا واحد عنده 70 سنه جاي يشتكي، هنقول له انت ايه يا عم جد بقى، انت 70 سنه بقى، انت جاي عايز تعيش ثاني ليه وما اعرفش الكلام ده كله، لا ما ينفعش. اكتف ليسننج سكيلز، مش لازم اكون اكتف ليسننج، ريسبكت البيشنت،
كانه بيرسون كامل نوتا ديزيز بودي. تمام، قلنا يوز كونفيرماتوري ستيتمنت. يس، زي يس كده، وتيل مي مور اباوت ذات، وان انا معاك الكلام ده كله، احس ان انا ايه، وما اعملش له انترابشن خالص، ما اقطعهوش، لا احس ان هو ماشي تمام كم تمام ايه تاني اللي حصل، فهو يحس ان انا معاه. اكتب listening don't be afraid of silence، لا اسمعه وما تخافش من من ان انت ساكت يعني الكلام ده كله. body language examination، body language لازم تكون تقاك كويس، sitting وstanding، eye level عينك في عينيه، eye contact، note taking، خد المعلومات المهمة اللي هو بيتكلم فيها مثلا عشان اللي هي تساعدك في ان ايه، ان انت توصل لدياجنوزس كويس. تمام، examination room configuration، الروم بتاعتك لازم تكون مهيئة لأي اكزامينيشن، يعني الاكزامينيشن لازم يكون فيه سرية، لازم فيه برايفسي وكده يعني. تمام، قلنا بوتشر ماشي، هارد سبيتش، ما تبقاش مستعجل، ما تبقاش مستعجل في الكلام، ما تسربعهوش، سيبه الكلام براحته. قلنا بيشنت نوتس مور زين يو ثينك، ماشي. قلنا تلتين، الكوميونيكيشن از نون فيربال، بيهتم يعني تلتين الكوميونيكيشن ده بيبقى ايه، اللي هو المهم فيه اكتر مش ان انت تتكلم، المهم فيه انك تعبير وشك تكون كويسه، مقابله بابتسامه، لو في حاجه تتفاعل معاه يبقى في امباسي، وحس انك ايه، لا ده انا، ده انت معايا، انت بكل بص قاعد كده ومفيش حاجه تشغلك غير هو. تمام تمام ماشي، قلنا بيشنت دكتور الكوميونيكيشن كي بوينتس، ان انا اسال المريض عن الاكسبكتيشن بتاعته ومشاعره ومخاوفه والكلام ده كله، واحاول ان انا ايه اللي هو ايه اقلل الخوف ده واعرفه، لان الموضوع بيكون بسيط، فالمجهول بيكون بنخاف منه اكتر يعني. تمام، شو كونسرن فور كومفورت اند مودستي، ان انت تديله تحسسه ان هو لا ايه مرتاح ومتواضع معاه كده والكلام ده كله. give an opportunity، تديله فرصه ان هو يعبر عن مشاعره وعن مخاوفه. encourage patient to ask a question، شجع المريض ان هو يسال الاسئله اللي عنده وما يخافش، يعني عشان ايه، الاسئله اللي عنده كل ما هو بيسال كل ما بيحس اللي هو لا انا ماشي، انا قلت اللي عندي فالدكتور سمعني، فلا ما فيش اي حاجه تخوفني، فهو يعرف كل حاجه عندي. تمام، يعني هو لما بيرتاح ليك بيتكلم يعني عادي. الكوميونيكيشن سكيلز دي نقدر نكتسبها بايه بقى، بالخبره والصبر، وان انا يكون عندي اراده ان انا اتعلم. الكوميونيكيشن سكيلز كان بي ديفلوبد ويز براكتس بيشنتس اند ويلنجز تو ليرن. تمام، باريرز في كوميونيكيشن، في باريرز في الكوميونيكيشن، هي اي شيء بيعمل مشكله في الكوميونيكيشن، بيخليش الكوميونيكيشن ده بيمشي بطريقه صح، بيخليش فيه تبادل معلومات ما بين البيشنت والدكتور، ولا البيشنت يعرف يتكلم عن نفسه، ولا يعرف يتكلم عن المشكله اللي هو جاي عشانها، ولا الدكتور يعرف ياخد هيستوري كويس ولو سال اي دياجنوزيس يعني. تمام، barriers in communication is anything that create a problem in communication, understanding and message feeling and expression يعني. تمام، قلنا barriers to doctor patient communication، عندنا نوعين من barriers، barriers من ناحية الطبيب وbarriers من ناحية البيشنت situation يعني. تمام، واحد barriers from a patient situation and background، من ناحية مواقف، من ناحية المريض. تمام، وbarriers from a doctor communication habits and attitudes، ان في مشكلة في communication بتاع الدكتور. تمام، واحد كده بنتكلم بقى عن السيتويشن، الباريرز دي الدكتوره اكدت عليها، ممكن تيجي انيوميريت باريرز فروم ا بيشنت سيتويشن باك جراوند، او انيوميريت باريرز فروم دكتور كوميونيكيشن اند اتيتيودز هابتس اند اتيتيودز، دي مهمه ممكن الدكتوره تجيبها وممكن تجيبها في الام اس كيو، فهي ممكن تيجي مد يعني، ربنا يستر والله اكيد جايه لان هي اكدت عليها يعني. تمام، قلنا واحد بقى الباريرز من البيشنت سيتويشن، سيتويشنال اند باك جراوند باريرز تو كوميونيكيشن، دي بقى زي مثلا ان في مثلا شخص لينجوال ميس ماتش، شخص بيتكلم لغه غير لغتي، بيشنت ديفنس، البيشنت مش بيسمع، بيشنت انج، بيشنت انجر، البيشنت عصبي وفي عنف والكلام ده كله، دي بقى ايه there are more commonly identified، دي المعروفه. تمام، وفي حاجات less common barriers زي مثلا ان في فرق كبير في السن ما بين البيشنت والدكتور. تمام، دكتور بيشنت ديز بارتيز ان ايج كالتشرال باك جراوند، في اختلاف في الكالتشر، في الثقافات والاديوكيشن، في اختلاف في التعليم يعني ليفل اوف اديوكيشن.
تمام. السيتويشنال باك جراوند بتتقسم ليه بقى؟ لينجوال لانجويج ديفرنسز، اختلاف بسبب اللغه، ان انا بتكلم لغه وهو بيتكلم لغه تانية. كالتشرال باريرز، اختلاف الثقافات. جندر باريرز، ان ميل وفيميل الاثنين بيختلفوا عن بعض يعني اكيد. انفايرمنت، لازم الانفايرمنت يكون فيه سوتبل انفايرمنت. الديستانس، لازم يكون فيه مسافه كويسه ما بين الطبيب والمريض، بس ما تكونش كبيره وما تكونش صغيره، يعني عارف اللي هو ايه، قرب منه عشان يحس ان هو ايه، لا انت مهتم بيه يعني. برضه هو لازم يبقى فيه مهتم بيه على طول. هيلث ستيتس، الشخص اللي هو يعني بتختلف بقى حالته، لو هو تعبان او لو هو مغمى عليه او في سيفير بين او الكلام ده كله. الديفلوبمنتال ليفل، بتختلف ان انت بتكلم طفل او بتكلم شخص بالغ. ايموشن، العاطفه، بتختلف ان هو جاي رايق ولا جاي متعصب يعني. تمام. يوز اوف هيلث كير جارجون، ان انا استخدم مصطلحات طبيه ما ينفعش. تمام. فهنيجي نجيبهم بالتفصيل على السريع تاني عشان هم اصلا كلهم ايه، رغي. لانجويج ديفرنس، اختلاف اللغات، يعني مثلا انا الدكتور بيتكلم لغه والبيشنت بيتكلم لغه تانية، فهم بيختلفوا، الدنيا بيحصل ميس ماتش هنا وما بيفهموش اي حاجه. في بيشنت اوف اور هيلث كير بروفيشنالز لانجويج از نوت ذا سيم، ات بيكمز ا بروبلم، بتبقى مشكله، بتعمل تشالنج تو اندرستاند ذا بروبلم. تمام. وبيتعمل تشالنج ان البيشنت يفهم التريتمنت بروسيس ماشي ازاي يعني. تمام. الباريرز ده ممكن اللانجوج ديفرنس ممكن ان احنا نحلها باننا نتعلم لغه الكلاينت او باننا نجيب مترجم. تمام. او نستخدم جرافز او بيكتشرز عشان نسهل على المعلومه انها توصل للبيشنت. تمام. او نستخدم ديكشنري تبع البيشنت لانجوج. تمام. كوميونيكيشن بروبلم، دي بقى ايه، ممكن تكون اتنين بيتكلموا نفس اللغه عادي لكن لهجتين مختلفين، او في لهجه بتتكلم كومبلكس سنتنس ستراكشر، كلمات معقده، او رير ووردز، كلمات نادره يعني فمحدش بيتكلم فيها، فبتعمل ديفيكالت تو اندرستاند على طول. تمام. الكالتشرال باريرز ان كوميونيكيشن، اختلاف ثقافات، ديفرنت كالتشرز هاف ا ديفرنت واي ان كوميونيكيشن، طبعا بيختلفوا كل واحد مختلف. الساين لانجويج اللي هي لغه الاشاره مثلا، زي بيختلفوا في المينينج بتاعتها من ثقافه لاخرى، يعني زي الصامبا اب كده اللي هو علامه اللايك. تمام. ممكن تكون هي بيست اوف لاك او جود لاك في معظم الثقافات، لكن في بنجلاديش هي باد، هي علامه سيئه كده اللي هو بتعبر عن انسولت اللي هو شتيمه يعني، وحاجه وحشه. تمام. في جيستشر اللي هي علامه النصر، بتعبر عن النصر او السلام في معظم الثقافات. ماشي. لكن ماشي، لكن ممكن تكون انسلت في ميني كالتشرز اخرى، يعني اللي هو ايه، شتيمه بقى، انت بتشتمنا، لا خلاص. طب ماشي. جندر باريرز تو كوميونيكيشن، الميل الستايل بتاع الميل عن الفيميل بيختلفوا. تمام. جندر باريرز اولسو انهيبيت ذا كوميونيكيشن بروسيس، طبعا قلنا هي سكيل بروفيشنالز كيب ان مايند ذا ستايلز اوف بوث ميل اند فيميلز ار ديفرنت. ليه؟ لان مثلا الميل بيحب ان الحاجه تبقى لوجيك كده وفاكت على طول، لو انا جاي عايز اكشف مثلا، عايز اخلص الموضوع في كلمتين يعني، او اقل من كلمتين لو تعرفي، ماشي واديني الروشته بتاعتي واروح. تمام. لكن الفيميل بقى عايزه اللي يسمعها بقى، ما شاء الله يعني، تقعد تحكي معاها من الصبح وبتتكلم معاها بقى، واشارات غير لفظيه بتاع نون فيربال، نون فيربال كوز، الاشارات الغير لفظيه اللي هو عارف ان نون فيربال كوميونيكيشن ده مور افكتيف جدا مع الفيميل. تمام. لكن الميل بقى مين بريفير، الميلز بقى بريفير ووردز اند اكشن ان اندرستاندنج ثينجز، حاول انت تكلمه بلوجيك كده بقى وتتفاعل معاه وتعرفه، بص انا عايز فعل مش عايز كلام. تمام. الفيميل بقى فيميل انفولف مور ان فيلينج اند ايموشن، ايموشنز، تفاعل بقى وعاطفه والكلام ده كله. الميل لوجيك اند فاكتس. الومن توك تو اذر وومن وين زي فيس اني بروبلم ان لايف، ده كلام كله رغي اصلا يعني الفيميل ممكن تتكلم مع فيميل زيها لما يبقى في مشكله، لكن الميل بيعتمد على نفسه، يقول لك لا انا سترونج واقدر اتعامل مع مشكلتي عادي لوحدي. تمام. الانفايرمنت، لازم يبقى في سوتبل انفايرمنت. ليه؟ عشان يحصل ايه، يبقى في افكتيف كده، نطلع ببنفيت كويس من القعده اللي احنا قاعدينها دي، انا طبيب الدكتور والبيشنت، عشان ايه، يوصلوا للدنيا، نوصل للدياجنوزس وتريتمنت كويس، والمريض يحس ان هو لا ان في انترست. تمام. ديورنج ثيرابيوتيك ان كوميونيكيشن ان هيلث كير سيتنج، السوتبل انفايرمنت از فيري اسينشال فور افكتيف ديسكشن. تمام. لازم يبقى في سوتبل انفايرمنت. اف هيلث كير بروفيشنالز تيك انترفيوز وين ديستربنس اوكر فريكوينتلي، ذن ذا بيشنت ويل بي ديستربد اند هي ويل نوت شو انترست ان ذات. لازم نبعد كل المشتتات عشان المريض ما يتشتتش، ولا دكتور تشتت وما يبقاش في اي تفاعل ولا اي اهتمام خالص يعني. تمام. سو سيبرت روم، لازم يكون في سيبرت روم، ولازم تكون هاديه، والانفايرمنت هاديه، كالم اند كوايت انفايرمنت، افكتيف، بتعمل مهمه الافكتيف كوميونيكيشن. ديستانس بقى، لازم يكون في مسافه مينيمم بوسيبل ديستانس ما بين الطبيب والمريض، مش لا مسافه بعيده ولا مسافه قريبه،
يعني ايه، لا مش مسافه قريبه، مش مسافه بعيده، يعني لازم تقرب منه عشان يحس ان ايه اللي هو لا منتمي ليك. قلنا ليس ديستانس جيف فيلينج نون اوف نون، كل ما المسافه تقصر يحس ان هو ايه، لا انا مبسوط ان انا جيت هنا، انا مرتاح. تمام، انكريز ان ديستانس ميك كريت ا فيلينج اوف انون، حاسس ان هو لا انا غلطان ان انا جيت هنا، الدكتور ده بيتعامل معايا مش كويس وكده. يعني هيلث كير بروفيشنالز شود مينتين ا مينيمم بوسيبل ديستانس تو كريت فيلينج اوف بيلونجنس، بيلونجنس اي حاجه، يعني اللي هو انتماء، يحس ان هو انا منتمي للمكان ده. هيلث ستيتس الحاله المرضيه، يعني مثلا شخص جاي لي في سيفير بين غير شخص جاي لي في ويل كونديشن هيلث، يعني اللي هو ايه هعرف اتعامل مع، يعني مثلا اللي هو بصحته هعرف ان انا اتكلم معاه بالكلام ده كله، عكس اللي هو في سيفير بين مش هعرف خالص، يعني تحس ان الدنيا صعبه خالص مش احسن، او ممكن ما يتقبلش مني شويه فحاول اتحمله. تمام، ديفلوبمنتال ليفل ان انا اتكلم مع طفل غير ان انا اتكلم مع شخص بالغ خالص، يعني تمام لازم ان انا اسس ديفلوبمنتال ليفل اوف بيشنت، لان ده ممكن يكون بارير الكوميونيكيشن، ميجر بارير جدا يعني. تمام، فور اكزامبل تيكنج ستايل ويز ذا تشايلد، ان انا اتكلم مع تشايلد از ديفرنت فروم ذا ادلت. تمام، لان التشايلد الثينكينج بتاعه نوت هاف ديفلوبد ان تشايلد، so communication must understand the developmental level and communicate accordingly، اللي هو لازم نفهم ال developmental level ونتعامل على أساس ذلك. knowledge level ماشي، knowledge level لازم نحدد ال knowledge level بتاع ال patient ونفهم الأشياء اللي هو بيتكلم عنها ونتعامل على ذلك. ال knowledge level ده بقى بنتعامل معاه ازاي، بنعرفها ازاي، يعني احنا بن take note لل important vocabulary of the patient، ان احنا بناخد الكلمات اللي هو بيتكلمها كتير او المهمة بالنسبة له في سياق كلامه، وبنعرف ال knowledge level وبنتعامل على أساسها. take note of facts said by the client، ممكن مثلا هو المعلومات اللي هو بيتكلم عنها، او ممكن مثلا هو مفكر بيتكلم عن اسطوره مفكر انها حقيقه، فانا عارف هو جاي منين او متربي فين او معتقداته ايه. educational level of client، بتكلم معاه وانا بتكلم معاه طبعا فبعرف ال educational level. تمام، with this information of clients knowledge gap is assessed. تمام، بالثلاث طرق دول بعرف ال knowledge gap ايه فين، وبحاول اغطيها واتعامل على اساسها. تمام، discussion and teaching are blended according to that. تمام، ايموشنال بقى العاطفه، ايموشن 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 العاطفه دي لما المريض بيكون، ممكن المريض بيكون انكزس اند ايموشنال متعصب وبتاع، فانا احاول اهديه عشان نشتغل بقى نشوف الدنيا فيها ايه، عشان لازم نهديه ونحاول نمانج الموضوع ماشي. when a client become anxious and emotional health care professional need to manage those things، لازم نحاول نهدي الدنيا دي. تمام، قلنا they should also keep control of their emotion، احنا برضو لازم نكيب كنترول للمشاعر بتاعتنا عشان ايه نكمل البروجرس بتاع الانترفيو، to keep the progress of interview، نحاول ناخد هيستوري كويس ونحاول نوصل لتريتمنت ونوصل لخطة علاجية والموال الطويل اللي احنا بنحكي فيه من الصبح ده. يوزف هيلث كير جارجون، ما ينفعش نستخدم مصطلحات طبيه احنا بس اللي عارفينها، اللي ناس يعني الناس يعني مثلا عرب مثلا هنا عندنا اهالينا، لا هيقول لك ايه انت مثلا تيجي تتكلم بمصطلح طبي تقول انت عندك كذا يا حاج بتاع، يقول لك ايه الدكتور ده، هو الدكتور ده فاشل وعمال متكبر عليا بقى وبتاع بيتكلم انجليزي، لا انا مش شارح له تاني. ما ينفعش. قلنا most people don't understand health care related words، المصطلحات الطبيه اللي احنا بنتكلم عنها، and appropriate medical words during a conversation، المصطلحات اللي احنا الانجليزي اللي احنا ممكن نتكلم بيها دي ممكن تعمله anxiety توتر وما يجيش، ما يجيش يحس ان انا غريب هنا. so health care provide providers must use، لازم ان احنا نستخدم نفس اللغه native language. تمام، must use words which can be understood by client، لازم هو يفهم كلام هو يفهم. تمام، افكت هو بيقول هنا effective doctor patient communication central clinical functional، ده اللي هو ايه، يعني ال communication ده هو اساس ال function بتاعتنا، اساس الشغل بتاعنا. in building therapeutic doctor patient relationship، انه يعتبر ال heart and art of the medicine. هنا بيتكلم بيقول لك الانفورميشن اكستشينج، لازم يكون في انفورميشن اكستشينج، تبادل معلومات ما بين الطبيب والمريض عشان ايه، عشان يوصلوا لحل في العلاج ده. تمام، از دوميننت كوميونيكيشن موديل، هو ده الشيء المهم في الكوميونيكيشن دي، عشان مثلا شير ديزيشن ميكنج، عشان يوصلوا لحل مشترك ما بينهم هما الاثنين والدنيا تبقى زي الفل ونبقى تمام. تمام، المشاكل بقى الباريرز بسبب الدكتور، دكتور جنريتد باريرز تو كوميونيكيشن، هنا دي واحد
مش عارفه انطقها، ديتيورينيتيشن، هي معناها تدهور، تدهور الكوميونيكيشن سكيلز عند الطبيب. يعني يعني ايه؟ ما هو مش عارف يتواصل معاك، في مشكله عنده، او هو في عنده اوفرلود وشغال ومضغوط في مليون حاجه، فهو ايه بقى، او من كتر الحاجات اللي عنده فهو مش عارف يتعامل معاك او يديك الاهتمام الكامل. يعني قلنا كوميونيكيشن سكيلز تو تند تو ديكلاين از ميديكال ستودنت، تند تو ديكلاين يعني بتتدهور، كوميونيكيشن سكيلز بتتدهور. تمام، زي مثلا ميديكال ستودنتس ثرو ذير ميديكال اديوكيشن مضغوطين طبعا، اند اوفر تايم دكتورز، الدكتور عنده بيشتغل اوفر تايم عشان يوفر مصاريفه، يوفر دراسته، دراساته وكده يعني. تمام، فهو مضغوط بقى، هو بيحاول بقى ان هو ايه، يقلل التعامل مع المرضى شويه، او مثلا خلاص بقى ناخد الهيستوري على السريع وخلاص بقى، ونديله الروشته ويروح. لكن ده ما ينفعش، لازم اديله الاهتمام الكامل. يعني هو ما يكونش قادر ان هو يديله اهتمام كامل. اوفر تايم دكتورز ان تريننج تند تو لوز زير فوكس ان هوليستيك بيشنت كير، مش هيقدر يديله الاهتمام الكامل للاسف يعني، او الضغط عليه. تمام، furthermore the emotional and physical stress medical training overload والستريس طبعا بيأثر عليه، فبيسبرس الامباثي، بيقلل التعاطف وبيقلل ان هو يديله الاهتمام الكامل. نون ديسكلوجر اوف انفورميشن، الدكتور مش قادر يشارك المعلومات مع البيشنت، مثلا خايف ان هو يقول له ان دي حاله خطيره، خايف ما مثلا مش فاضي وعايز يخلص بسرعه، فما بيقولوش كل المعلومات. البيشنت مثلا بيكون خارج من عنده ومش عارف هو عنده ايه، هو واخد ورقه فيها علاج المفروض ياخدها بس مش عارف هو عنده ايه، مش عارف المفروض يعمل ايه، مش عارف يتجنب ايه والكلام ده كله، اللي هي العلاقه الاستريكت دي، اللي هو ايه، عندك كذا طيب ماشي خد كذا وكذا ويلا روح. لا ما ينفعش. تمام، سيريس ميس كوميونيكيشن از ا بوتنشال بيت فول، ده بيبقى مأزق اصلا وشيء ما ينفعش. تمام، سبيشال ان ترمز اوف بيشنتس اندرستاندينج اوف زير بروجنوزس بيربز اوف كير، ما بيبقوش عارفين بروجنوزس ولا بيربز اوف كير ولا ايه العلاج ده ولا ليه هاخده، ولا بيشاركوا في ايه التريتمنت بتاعه. يعني اللي هو ايه، البيشنت المفروض يكون له الحق ان هو يشارك في الـ في الكونفرزيشن اللي حصلت، والمحادثه اللي حصلت ما بينهم، وان هو يشارك في العلاج بتاعه في اختياره، مثلا لو عايز انجكشن مثلا، لا مش واخد انجكشن، عايز تابلتس والكلام ده كله، لا ما فيش الكلام ده. This important fact may affect choices patient make regarding their treatment. ال patient بيروح مقرر من نفسه، انا هاخد مش هاخد العلاج ده، او مثلا هاخد كذا وخلاص ومش مهم الباقي كده. يعني ممكن end of life care ماشي، which can have a significant influence on the disease. بتأثر سلبا على الديزيز للأسف، ولازم يكون في نحاول نضغط على نفسنا شوية ونتعامل كويس مع المريض ونعرف الدنيا فيها ايه، وما يمشيش الا ما يكون فاهم المرض بتاعه وفاهم ايه اللي بيحصل، ولازم ياخد كذا وكذا وكذا عشان كذا. تمام، good communication skills اللي هي بتتمارس by the doctors allow the patient to perceive themselves. تمام، a full participant among the discussions relating to the health. لازم الدكتور communication skills اللي هو احنا بتشارك المريض معانا يعني. تمام، فايه المريض بيكون له المشاركة الكاملة في اختيار العلاج بتاعه. دكتورز افويدنس بيهيفير، ان الدكتور مثلا بيكون عنده له اكسبيرينس او في اوفرلود، فهو بقى مش فاضي، فانا عايز امشي، فانا مش عايز اتعرض مثلا للحالات مثلا، او الحوادث كتير والحوادث بيبقى منظرها بشع مثلا، خصوصا في الاستقبال، فهو الطبيب امتياز صغير بقى ولسه ما اتعودش، فلا انا مش هروح انا بتاع ما اعرفش، بيحاول يتهرب منهم يعني. وده طبعا بيأثر على البيشنت، وبيعمل لهم ديستريس كده، وبيعمل ايه، نتيجة عكسية للريكفري للاسف يعني. تمام، انا زي ار ريبورتد اوبزرفيشن اوف دكتور افويدنج ديسكشن اوف ايموشنال اند سوشيال امباكت اوف بيشنت بروبلم بيكوز ستريسد، مضغوط او كودنت هاندل ذيس ايشوز، مش قادر يتعامل معاهم او ما عندوش وقت. تمام، ذيس سيتويشن انكريز بيشنت ستريس، بيزود التوتر بتاع البيشنت، وادفيرسلي امباكت ذير ريكفري، بيأثر على الريكفري بتاعهم. أربعة discouragement of collaboration، يعني الفيزيشن بقى بيحبط المريض بطريقة فظيعة، وما بيتكلمش معاه عن مخاوفه ولا المرض بتاعه ولا أي حاجة، فالمريض يحبط ويقول لك لا بقى أنا مش عايزة أتعالج، ما مش مهم، بيحصل therapeutic failure. قلنا physician have been found to discourage patient from voicing their concerns and expectation، هما بيحبطوا المريض وما بيتكلموش معاه على مخاوفه ولا توقعات المرض ولا اي حاجة، والمريض ممكن يكون مثلا عايز يعرف معلومات اكتر، لكن هو ما بيدوش اي حاجة يعني، ما بيتكلمش، ما بيدوش، مدي الوش. تمام، قلنا patient can feel disempowered اللي هو محبط اصلا، and unable to achieve their health goals، لا خلاص انا مش عايزه اتعالج بقى مش فارقه معايا. lack of sufficient explanation result،
يعني هو مش قادر ان هو مثلا يشرح للمريض والكلام ده كله، ممكن يعمل بور بيشنت اندرستاندنج، البيشنت بيكونش عارف اي حاجه طبعا، وبيؤدي الى ثيرابيوتيك فيلور. تمام. خمسه ريزيستنس باي بيشنت، المريض جاي بيعاند وعايز خناقه وخلاص يعني. تمام. المريض بقى ايه، هو اليومين دول عارف ان هو مش هيبقى باسيف بس، ومش هيبقى قاعد ويسمع الدكتور بيقول ايه وخلاص ويروح، فهو بيحاول يعاند معاه مثلا، طب خد كذا، لا انا مش عايز، لا مش عارف، ما اعرفش الكلام ده كله، والدنيا بتبوظ خالص. تمام. هو ما بنعرفش نوصل لحل يعني. انترفيوينج هابتس اوف دكتورز، يعني حاجات بتحصل في الانترفيو او في الوقت اللي انت بتقعد فيه مع الدكتور المفروض تستشير وتتكلم معاه. لا هو مثلا بيكتب رايتنج اب ديورنج انترفيوينج، بيكتب وما بيبصش ليك يعني، المفروض يكتب حبه ويبص ليك حبه يعني على الاقل. تمام. يكتب المعلومات المهمه اللي هي هتساعد في تشخيص المرض بتاعك. تمام. قلنا فوكسنج اون اتشيف كومبلينت، بيركز على التشيف كومبلين بدري جدا في الانترفيو. هو ممكن يعرفها من اول مره او من اول ما يشوفك على طول، بس لا يعني سيبني اتكلم، سيب المريض يتكلم، وبعد كده بقول له انت عندك كذا وهناخد كذا وبتاع والكلام ده كله، لكن مش مره واحده انت عندك كذا من اول ما يدخل. ممكن تكون عارفه، بس لازم تتاكد برده وتتريس كده تتكلم مع المريض، لان المريض محتاج انك تسمعه مش اكتر من كده. فاهمني؟ تمام. قلنا بيرفورمنج كومبليت سيستم ريفيو، هو بتعمل بقى ايه، اللي هو عنده سيستم كده للاسئله، بيسال على طول وبيسال يعني سلسله من كلوزد كويشنز، ما بيديش فرصه ان انا اتكلم، ومثلا ما بيدينيش فرصه ان انا احكي مشاكلي، احكي اللي عندي عشان يحسسني ان انا مثلا انا ليه اهميه، انا كمريض ليه اهميه عنده، لا هو متفاعل معايا، لا انا مهم عنده. تمام. بيرفورم ا كومبليت سيستم ريفيو باي اسكينج ا سيريس كلوز اوف كلوز كويشنز، لا لازم يبقى في اوبن كويشنز كده، وحتى مثلا لو المريض سرح شويه اعرف اوقفه يعني، بس ايه لازم اديله فرصه. however the most important way to overcome barriers to communication particularly the kind degenerated to doctor habits is an awareness of their existence، لازم يكون في وعي للمكان اللي هم موجودين فيه يعني. and of the doctor's responsibility to overcome them، لازم الدكتور يكون عارف هو جاي هنا ليه، ويحاول يشيل مسؤولية على عاتقه، ان هو يحاول يتغاضى يعني، مثلا يحل الحاجات دي ويتغلب عليها. لا مثلا هو بيكتب مثلا عارف، هو انا عارف ان هو بيقضي شغله كده، بس مثلا يعني يكتب حبة ويبص عليه حبة وكده يعني، حاسس ان هو لا ماشي معاك، معرفش يديله فرصة ان هو يتكلم كده. دلوقتي هنتكلم عن benefits of effective communication. تمام. في بنفيتس للكوميونيكيشن الكويس. ذا 3 مين جولز اوف كرنت دكتور بيشنت كوميونيكيشن، اور اللي هو احنا بنعمل جود انتر بيرسونال ريليشن شيب، بنعمل علاقه كويسه ما بين الدكتور والبيشنت. تمام. فاسيليتيتنج اكسشينج اوف انفورميشن بتوين دكتور اند بيشنت، بنسهل تبادل المعلومات ما بين الطبيب والدكتور، الطبيب والبيشنت، عشان نوصل للدايجنوزس وبروجنوزس وتريتمنت، والبيشنت يكون خارج من عندي ساتسفايد عن العلاج الرعايه المقدمه ليه، انكلودنج بيشنت ان ديزيشن ميكنج، طبعا بنخلي البيشنت يتفاعل معانا ونحدد الدواء اللي هو عايزه، يعني طبيعه الدواء زي مثلا انجكشن وتابلتس وكده يعني، في ناس عايزه كده وفي ناس عايزه كده. تمام. انا ريجوليت بيشنت ايموشنز، ان احنا بنحافظ على البيشنت هادي وعواطفه الكلام ده كله، بنهديه والدنيا بتبقى تمام. فاسيليتيت كومبريهنشن اوف ميديكال انفورميشن عادي. قلنا الاو فور بيتر ايدنتيفيكيشن patient needs، بيحسن ان احنا نعرف، بيحسن ان احنا نعرف احتياجات المريض ايه هي، ونعرفها ونوصل لبروجنوزس، ونوصل لدياجنوزس كويس، ونوصل لتريتمنت بيرفكت تريتمنت ابروبريت تريتمنت، والبيشنت يخرج ساتسفايد من عندي. اهم حاجه البيشنت يخرج ساتسفايد والدنيا تبقى تمام، وهو بيبقى راضي عن العلاج، وحتى لو مثلا في نسبه لا قدر الله يعني، لو قدر الله في نسبة خير شوية، بس النفسية بتحسن يعني، حتى لو مثلا الدنيا صعبة شوية او مرضه صعب، بس النفسية بتحسن كتير كتير كتير. لو هو مقتنع ان هو يتعالج خلاص تمام. تمام. لو هو مقتنع بالعلاج والدكتور تمام، هيتعالج. لو مش مقتنع خلاص يعني مش هيقابلني. تمام. قلنا patient reporting good communication with their doctor، قلنا البيشنت بقى are more likely to be satisfied. البيشنت بيخرج من عندي، البيشنت communication بيخلي البيشنت من عندي خارج دكتور بيشنت ريليشن شيب
او كوميونيكيشن ده بيخلي البيشنت خارج من عندي مقتنع جدا بالعلاج ومقتنع بيا وساتسفايد خالص يعني. تمام، انا ساتسفايد بيشنت، المريض اللي خارج مقتنع من عندي ده بيبقى ميزه كبيره جدا للدكتور في الجوب بتاعته، وبتعمله شهره وبيرشحه لقرايبه وعيلته وكل الناس، وبيشغل الدكتور كده والفلوس بتيجي ان شاء الله يعني. تمام، وبيقلل الورك ريليتد تو ستريس. ليه؟ لان مثلا الدكتور بيحس ان هو ادى اللي عليه وتعب وتعلم والناس راضيه عنه، فبيعمل له ساتسفاكشن عند الدكتور برده، فالدنيا بتبقى لطيفة ولذيذة وإن شاء الله الاسترس بيقل يعني، حتى لو هو مضغوط ومحطوط عليه بس الدنيا بتبقى خفيفة بالنسبة له. قلنا استراتيجيز فور امبروفمنت، ان هو يطور من نفسه، ان هو يتعلم كوميونيكيشن سكيلز وكوميونيكيشن تريننج، يبقى سوشيال بقى ويتعامل مع الناس اكتر، كولابوريتيف في كوميونيكيشن، بيشارك المريض في الحوار ويعمل ديسيجن ميكنج سوا وانفورميشن اكستشينج وكونفليكت مانجمنت، يحاول يقلل من التصادمات يعني يحاول يعمل كنترول على نفسه يعني. حاجة أخيرة كده، ادعوا لأخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، وادعوا لهم عشان اليومين دول الموضوع صعب، وطبعا في قصف على غزة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل نصر، وربنا يديم عليهم النصر، وربنا ينصرهم دايما ويحفظهم من كل شر ومن كل سوء، وربنا يرزقنا صلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، مسجد رسول الله، وفي المسجد الأقصى إن شاء الله. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.